امتى الجريمة الأسرية أو الإهمال الأسري لو بلغت عنه يتم إسقاط الحضانة على واحد من الوالدين؟ يعني هل ممكن أنا واحدة غريبة خالص أروح أعمل محضر لحد بالتعدي على ابنه أو بنته أو إهمالهم بشكل معين فينتج عنه إسقاط الحضانة عن الشخص ده؟ لا، إسقاط الحضانة هنا دخلنا في قانون آخر ليه ضوابط معينة. إسقاط الحضانة دي مش حاجة سهلة، إنك تبعدي الطفل عن أمه أو تبعدي الطفل عن أبوه. فأنا عشان أسقط الحضانة لازم يكون لي مصلحة. الحضانة دي هتروح لمين؟ صح، ما القاضي مش أنا، يعني أنا لو زوج وباجي أطلب أو الأب وباجي أطلب إسقاط الحضانة عن الأم، ليها ضوابط. هل في جريمة الأم عملتها؟ في سوء سلوك؟ الأم مريضة مرض شديد أو معدي ما يؤدلهاش للرعاية للصغير في مجتمع غير أخلاقي؟ يعني لازم حاجة تكون قوية جدا والقاضي بيتيقن منها وبيبعت يجيب ويناظر مين رايح له الحضانة، وصحيا يقدر وكماليا يقدر واجتماعيا. فإسقاط الحضانة دي مش موضوع بسيط كده ان انا ابعد طفل عن اهله يعني، انما لو وقع الطفل نوع من انواع الاذى او التعدي ممكن اي حد يبلغ حرصا على الطفل، انما سحب الحضانة دخلنا. طب العقوبة حتى، يعني هل القاضي بيبص على أب ضرب بنته مثلا؟ بيتحاسب عقوبة ضرب، جنح الضرب عادية خالص، عادية ما فيهاش أي حاجة. يكون بقى إن البنت بتتنازل عشان أبوها وعشان الأسرة، دي قصة تانية، إنما هو بيتعاقب جريمة ضرب. راجل ضرب مراته، والتنازل ده ضرب أي حاجة، مفيش حاجة اسمها راجل، هي عقوبة جنح الضرب. أوكي. والجنحة دي بنقدر نتنازل وما بيبقاش في حق بعدها، يعني خلاص كده القضية الحكم بيصح. انت صاحبة الحق، يعني انت البنت اللي الاب ضربك، فانت اللي بتتنازلي عن حقك، لانه في مراعاة اسرة وام واخت وفي الاخر مشاعر يعني اب وبنته، فقد ينفعلوا ويروحوا او حد يبلغ فبتتنازل. انما لو استمر الامر فردا وكملوا هي جنح الضرب. وتقدر تتنازل في اي سن؟ ولا بتقدر تتنازل حتى لو طفل عندها 8 سنين 9 سنين؟ لا، ما هي طفله دي ترفع قضيه ازاي بقى وهتروح تقدم ازاي؟ الاب هو اللي والي عليها. يعني دي مشكله برضه، يعني لو الاب والي عليها هو اللي بيأذيها. ما هو الاب والي عليها لو حد عمل شكوى وشاف ان الاب الوالي على الصغير بيأذيه لدرجه انه يعرضه للموت او للتعذيب او للعاهه المستديمه، بيقدم الشكوى للنيابه، والنيابه هنا بتتدخل، هي اللي بتتدخل وتبدا توجه للاب الاتهامات يعني. بس النيابه تعرف يعني، هي مش هتروح. احنا مش زي بره، احنا ما عندناش حاجه اسمها ان انت لو ضربت ابنك ولا زعقتي له في الشارع ولا بصيتي له بصه الدوله تحاسبك. لا، ده هو يقدر يجيب لك البوليس كمان. يعني هو ممكن يمشيكي من البلد. لكن يعني القانون هنا لا يسمح بكده؟ لا، ولا القانون موجود بس احنا ما بنفعلوش؟ القانون موجود في صيغه الجريمه اللي هترتكب. اوكي، مش ان سوء معامله. سوء معامله، اهمال، ممكن لو طفل صغير قاصر في حضانتك وساق عربيه ولا مسك سلاح ولا مسك حاجه اذى بيها غيره او كده، انت تحكمي على جريمه الاهمال انك سبتي له السلاح او سبتي له العربيه. أيوه. اللي ادت للجريمه، فهي ليها عقوبات بس مسمياتها مش واسعة شوية، واسعة يعني مع كل جريمة. العقوبات بتبقى من يعني من كام لكام؟ ما هو على حسب، هو مثلا خبط حد بالعربية فإهمال انك انت تسببتي في انه اديتي له العربية، دخلتي في جنحة قتل خطأ. على حسب يعني، عملت عاهة مستديمة لحد، اتسبب في موت، اتحرق بمية نار، يعني ايه الضرر؟ هو نفسه الطفل اتصاب، ما صابش حد. أيوه. بس هو عمل حاجه، وقع من البلكونه، يعني سبتي له البلكونه مفتوحه بدون رقابه فوقع، فالام او الاب بيتحاسب على تهمه الاهمال اللي نتج عنها الاصابه الخطا للطفل. دي ليها عقوبه؟ يعني لما الطفل بقى يحصل له ضرر يتصاب. اما انا اهملت فيه، ما انا اهملت اتصاب. ولو مات بتبقى جريمه قتل؟ اهمال، قتل خطا، ما أدى انا للأكل. بسببي تسببت في موته. فبتتعاقب عادي جريمه قتل خطا. الجرائم الاسريه بيبقى كلمه قصاد كلمه،
كلمتك قصاد كلمتي. ازاي بيتم اثباتها؟ يعني بمعنى ان راجل وست، راجل وست، انا بقول انه ابويا جوزي اخويا عذبني، فين اثار التعذيب؟ ما فيش شهود، بس في اثار، ممكن بيسخن السكينه ويلسعني، ففي اثار التعذيب عليا. ايوه. في نتيجه الضرب، انا محدش شافني، بس صحيح. انا اتضربت جوه البيت. بس في شهود جيران، معتاد ان هو البنت بتشتكي لنا ان هي بتتضرب دايما من اخوها او من ابوها او حد شافها في الشارع، ف يعني بتتثبت، بس صعبه شويه. لازم دليل، لازم دليل، ان انا ممكن اروح اخبط راسي في الحيط وارمي بلايا على حد. صح، يعني هو برضو لازم برضو شهود. بس بالزبط. ما هي دي برضو مش شرط شهود في الاستمراريه، شهود في الواقع، بس ممكن شهود على السمعه، الاستمراريه، الاعتياد، ان هو متعود يضربهم، متعود يطردهم، متعود يحبسهم، متعود يمنع عنهم الاكل، في جرائم كتير. طب في